احد الاخوه يقول والدتي تريد ان تعطي ناس دراهم وكيس ذره وثياب نظيفه، ولكن والدي اذا علم لن يرضى، هل تعطيهم دون علمك؟ وهل هو جائز ام لا؟ اذا كانت هذه المراه التي هي ام السائل اذا كانت تعطي من مالها لا من مال زوجها فلا باس تعطي ولو من غير علمه ولو من غير رضاه، لكن مراعاه خاطره وعدم اثاره الشحنه بينها وبينه حتى لا يقع طلاق يكون اولى لها، ولكن اذا ارادت ان تنفق يكون بغير علم حتى لا يقع بينهما نزاع وشر. اما من ماله فلا، ليس لها تنفق الا باذنه. ومن مالها تريد ان تصدق، اما من مالها فلا باس، لكن الطريقه الخفيفه.